صحيح النظرة ماتش من الآلام ماتش صحيح النظرة ماتش من الآلام ماتش ولكن عذر الحاضر راعي الوقت والخاطر لكن عذر الحاضر راعي الوقت والخاطر بسم الله الرحمن الرحيم. وكل سنة وانتم طيبين. ما زلنا نتحدث إليكم في رمضان باسم قاموس ومجلة جاك، وهي التي ستصدر بإذن الله وتكون موجودة في 15 ذي القعدة، أي الشهر الذي بعد شهر العيد. كثير من أبنائنا وكثير من المسلمين يعرفوا شهر رمضان ولكن لا يعرفوا شهر شوال ولا ذي القعدة، ويعرفوا شهر الحج ولا يعرفوا محرم ولا الذي يليه صفر وربيع وربيع. ومن المعلوم إن مجلة جاك مرتبطة بالأشهر التي ذكرت، الأشهر القديمة التي كان كل الناس عليها، 12 شهر السنة 12 شهر، وهذا لا يجادل فيه أحد، إن عدة الشهور عند الله 12 شهر. الآن سواء أنت مشيت بالأشهر يناير وفبراير أو محرم وصفر وربيع اللي نسميه التقويم القمري أو الأشهر القمرية. طبعا الأشهر لها أسماء، يعني بدل واحد واثنين، يعني ممكن محرم واحد، صفر اثنين، يناير واحد، فبراير اثنين، هكذا تعلمنا ونسينا. تعلمنا شيء جديد اللي هي استخداماتها ضئيلة جدا، اللي هي الأشهر الشمسية والسنة الشمسية. أما السنة القمرية فيعتمد عليها الزراعة وتعتمد عليها حتى الصيد في البحر وفي البر، ويعتمد عليها في الأبراج وكل هذا، وأيضا يعتمد عليها في المواسم. فأكبر موسمين في العالم في الدنيا موسم رمضان وموسم الحج، أكبر موسمين في الدنيا، يعني ما في أمة عندها هذه الموسمين. يعني في أمة نعرف كيف موسم رمضان، لو قدرنا نحصي كمية المبيعات والأكل في موسم رمضان تفوق كمية المبيعات والأكل في المواسم الأخرى للمسيحيين، مثلا الكريسماس وكذا، تفوق بكثير بمئات الأضعاف. أكتفي بهذا القدر. ودراسة ماذا هو هذه الدراسة؟ D00 أو هذا التقديم، ثم نتابع W00. لماذا 50 شابة؟ بعدين ما قيمة الاشتراك A00؟ ما هي المنحة M00؟ لماذا وكيف تابعونا؟ لماذا وكيف 10,000 RF registration fee 00؟ لماذا 50,000 curriculum fee؟ تابعونا لتعرفوا المزيد. تحسب حبنا
جراح راعي الهوى مفضوع صحيح النظر ماتك من الآلام ماتش صحيح النظر ماتك من الآلام ماتش ولكن عذر الحاضر راعي الوقت والخاطر لكن عذر ايون 8 وصارت تجربة عليها في منى على ايون 8 وفي هاشتاج طبعا رقم 5 ايون 8 وفي هاشتاج دوا دوام اندرسكور اي دي هذه طبعا بدأت او بدأ الاسم هذا معانا في رمضان صحيح؟ نعم ايه صحيح طيب كده فاصل ونواصل ونحط لكم الأغنية المفضلة لديكم نسمع طيب اديناكم مقطع من اغنية عشان تفرفشوا شوية الان نقلب الصفحة نقلب لي رقم 6 واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة هذا رقم 6 رقم 5 قصد رقم 5 ايش هو فاكرين ها؟ مسابقة؟ شفت؟ أنا قلت 6 أشياء، رقم 5 إيش هي؟ ولا فيها مسابقة ولا شيء، فين أنت يا باشا؟ أشوفك كل يوم أروح. قلنا رقم 1 إم سي إتش سمارت، رقم 2 جاج ماجازين، رقم 3 برد إير كون، رقم 4 بيتس ديزاين، رقم 6 دوام أندرسكور إي دي، رقم 5 إيش؟ يلا. ايش؟ ايون 8 الان نقرا عن ايون 8 يقول لك ايون 8 بعدين مكتوب اندرسكور مسافه يعني اي دبليو جي اندرسكور سوماث سوماث ايش معناها؟ اي دبليو جي هي مكاين اخترناها سكاي ووتر 300 تنتج 1000 لتر في اليوم من الهواء ماء من الهواء فنحن قلنا 2 تنتج 1000 لتر اكيد يعني ماكينتين تنتج 1000 لتر لان هذيك ممكن تنتج 1000 واقل فماكينتين تنتج 1000 لتر وسعرها معروف نجي لسوماث لانه السعر معروف سوماث هذه الكلمه جايه من القران الكريم من سوره عما يتساءلون اللي هي ماء فجاجا لا سراجا وهاجا هذا سين واو سو اوكي وبعدين ماء وبعدين ماء فجاجا سراج وهاج هو التعبير الوحيد الصحيح للطاقه الشمسيه لانه طاقه الوهج وليس طاقه الحراره سراجا وهاجا اللي هي الشمس
فالوهج هذا هي الأشعة الفوتو اللي هي متكون تصميم الطاقة الشمسية عليها فوتو صورة الوهج سراجا وهاجا وماء ثجاجا. سبحان الله هذه الآيتين جاية بعد جنب بعض يعني كأنه إنتاج الماء من الهواء أو حساباته. لما قلنا سوماث طلعت سولار ووتر اس دبليو وماث الحساب حسابه فسوماث الحساب. نبدأ 8 طن يعني مشروع في 8 طن إنتاج باليوم فسميناه TBD يعني طن بير دي أدينا الوحدة عشان الحسابات الكالكوليشن عشان اليونيت عشان اللي يفهموا في الرياضيات في المعادلات. فإذا تي بي دي إيش هي؟ طن بير دي. طن بير دي لما نقول 8 تي بي دي يعني 8 طن في اليوم. كم مكينة؟ 16 مكينة. قلنا كل مكينتين واحد. طيب بعدين قلنا 300 دي بيرير سميناه دي بي واي بسرعة يعني اللي هو سيلز مبيعات بس 300. 60 دي بيرير 60 دي بيرير اللي هي لون اللي هي قرض. بعدين في معادلة 60 دي بي واي دي بيرير صح دي بي واي ضرب 8 تي بي دي يطلع 480 طن تي بي واي طن بيرير يعني 480 تنتج او للون 480 طن في اليوم. ضربنا الطن قلنا amount of sales يعني AOS amount of sales. ايش الOS حق المشروع هذا؟ ضربنا $500 للطن ضرب 480 يطلع 240,000 ايش؟ دولار بير اير دي بي واي دولار بير اير. اوكي اجمالي قيمة المبيعات 240. بعدين الصفحة الثانية سجل I'm